عبر الهاتف ينضم إلي الأستاذ يوسف أيوب رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع. أستاذ يوسف أهلا بك معنا على شاشة أونلايف. كيف استطاعت الدولتان مصر والإمارات أن تحافظ على هذا التوافق في الرؤى وربما أحيانا هذا التماثل والتطابق في وجهات النظر على مدى عقود طويلة رغم تغير الإدارات والقيادات للدولتين رغم كل الظروف التي ظلت تعصب بالمنطقة حتى هذا اليوم؟ يعني أستطيع القول والتأكيد على أن العلاقة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة هي نموذج لكيفية صياغة علاقة ما بين دولتين شقيقتين. كما تحدثت حضرتك وكما تحدث التقرير السابق هناك توافق كبير في الرؤى والمصالح المشتركة ما بين الدولتين وما ظهر حتى في القضايا الإقليمية والقضايا الدولية. وكما يعني تابعنا خلال الأشهر الماضية التوافق المصري الإماراتي تجاه قضية الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية ومصر والإمارات بجانب المملكة العربية السعودية والبحرين وقف ولا زال يقف أمام كل المحاولات القطرية للتخريب في المنطقة العربية من خلال دعم وتمويل الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة ليس فقط في مصر ودول الخليج وإنما أيضا تحاول تخريب الدول الكبرى في المنطقة مثل ما يحدث الآن في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي العديد من الدول. وبالتالي يعني أعود مرة أخرى وأقول لك أن من يريد أن يبحث عن نموذج لكيفية صياغة علاقات قوية ونموذجية بين الدول العربية الشقيقة يمد عليها أن ينظر إلى الآلية التي أو العلاقة التي تربط مصر بالإمارات العربية وهي العلاقة ليست وليدة اليوم وليست وليدة لحظة إنما هي علاقة تاريخية وممتدة يعني على مدار السنوات الماضية. طيب أستاذ يوسف في السنوات الأخيرة انتهجت الإمارات العربية المتحدة نهجا مختلفا فيما يخص استثماراتها ودخلها والناتج لها ناتج الاستثمارات وابتعدت قليلا عن مجال النفط وبدأت توجد لأنفسها مجالات أخرى للاستثمار خاصة خارج الإمارات. إلى أي مدى تشكل مصر سوقا استثمارية جاذبة للاستثمار الإماراتي خاصة أنه الإمارات هي التي تحتل المركز الأول من جملة الاستثمارات في مصر؟ يعني كما تحدثت حضرتك كان القادة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد الشيخ محمد بن راشد كان لهم رؤية استباقية تم طرحها قبل أكثر من عامين وهي الاعتماد على موارد أخرى بعيدة عن النفط. النفط هو يعني كل التقارير الدولية تقول أنه يعني مورد قابل للانتهاء وبالتالي بدأوا يسلكوا نهج جديد في المشروعات الاقتصادية ومشروعات استثمارية وضخ أموال الاستثمار في الخارج. وكانت مصر في طليعة الدول التي استقبلت استثمارات إماراتية وساعدهم في ذلك الأجواء المشجعة للاستثمار في مصر والتي كان آخرها قانون الاستثمار. لا ننسى أيضا المواقف القوية والمشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة الداعمة لإرادة المصريين وثورة 30 يونيو وما تلا ذلك من ضخ استثمارات ومساعدات تنموية ومساعدات اجتماعية في مصر. وبالتالي نتحدث عن علاقة قوية يعني لها أضلاع متعددة أضلاع سياسية واقتصادية وثقافية ومجتمعية. طيب أستاذ يوسف مثل هكذا لقاءات بين أعلى قيادتين في دول مركزية مثل مصر والإمارات العربية المتحدة ليست هي الزيارة يعني الزيارة رقم 7 لرئيس عبد الفتاح السيسي حتى منذ أن كان وزيرا للدفاع وزيارات أيضا للشيخ محمد بن زايد وغيره من المسؤولين الإماراتيين مثل هكذا لقاءات كيف تخدم قضايا المنطقة في هذا الوضع؟ هذه اللقاءات ضرورية لأنه كما تحدثنا هناك كثير من الأدمات في المنطقة والمنطقة مليئة بالاشتعال وبالتالي من الضروري جدا يحدث مثل هذه اللقاءات وتتكرر في أكثر من مناسبة ليس فقط في القاهرة وفي أبو ظبي إنما في عواصم أخرى عندما تسمح الظروف أن يتواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد أو الشيخ محمد بن راشد يلتقيان كثيرا لأن أجندة العمل في المنطقة تحتاج إلى مثل هذا التواصل. كما تحدثت هناك توافق وهناك يعني تبادل الأفكار والرؤى الدائمة بين مصر والإمارات حول العديد من القضايا. هناك ما يعني هناك ما يحدث في فلسطين، ما يحدث في اليمن، ما يحدث في سوريا، ما يحدث في ليبيا، قضية الإرهاب التي يعني تحظى باهتمام كبير
من الجانب القارتين قارة الدولتين، وبالتالي يعني هذه اللقاءات يعني تأتي بنتائج إيجابية، وأعتقد أنها يعني سيكون لها مردود إيجابي خلال الفترة القادمة إن شاء الله. شكرا لك الأستاذ يوسف أيوب رئيس التحرير التنفيذي باليوم السابع، كنت معنا عبر الهاتف.